النهارده من ضمن الاخبار المهمه، وتم الاعلان عن تيشيرت منتخب مصر الجديد، واللي لفت نظري في الاعلان ده واللي لفت نظر الكل طبعا وهو حرص الشركه الراعيه وحرص الاتحاد المصري لكره القدم على ان يتصدر المشهد. مؤمن زكريا نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر بكل تاكيد، واللي بيمر بظروف صحيه ان شاء الله يعود منها سريعا وسالما باذن الله تعالى. فاللقطه دي تحديدا حلوه جدا جدا واسعدت المصريين كلهم، واكيد حاجه معنويه وانسانيه في محلها جدا بالنسبه لمؤمن زكريا. وبمناسبه مؤمن زكريا تواصلت معاه اول امبارح تحديدا، حالته فيها تحسن مش كبير قوي لكن في تحسن نسبي بالنسبه لمؤمن زكريا، وباذن الله باذن الله يكون في تحسن افضل واسرع كمان من كده على مدار الفتره اللي جايه. وهو هيسافر اخر الشهر ده لامريكا عشان يواصل العلاج الخاص باصابته الحالية، وإن شاء الله بإذن الله يرجع علينا بألف سلامة. لكن لازم وجب يعني الإشادة بهذه الفكرة وبتواجد وتصدر مؤمن زكريا لمشهد الإعلان عن التيشيرت الرسمي لمنتخب مصر الجديد طبعا اللي هيرتديه خلال الفترة الجاية. ودي بعض الصور لبعض نجوم منتخب مصر سواء المحمدي أو حجازي اللي متواجدين، وشفنا طارق حامد طبعا نجم نادي الزمالك، وشفنا عمرو السوليه، وشفنا عدد من اللاعبين في الدعايه لهذا التيشيرت يعني. فدي كانت لقطه ايضا مميزه جدا.